ما انت لا بتعمل لا تروح نشوفها بابا يعني من مقابلة بس التاريخ مش بس قديم هذا ايش اسمه؟ هذا بداية التاريخ اول بعمل في الفلك الفيق هذا المسابير تبعته هذا بالنسبة للقطاع الموجودة عندنا هذه الأثرية أو القديمة أو المستورثة عن أبائنا وأجدادنا حفظنا عليها من بداية التاريخ نقلتها للأجيال حتى وصلتني وكان عندي شغلات بسيطة يعني والحملة طورتها وبديت أسعى وين في موجود قطع أشتريها وحافظ عليها حتى ما تروحش من هذا اللي يعني عندنا وتهرب يعني ليد الاحتلال أو تهرب الخارج من الناس اللي تبيعها أو تضيعها التراث فخلينا أمسك في هذا التراث وأنظر للإسرائيليين بحاولوا حتى الآن ينقبوا تحت مسجد الأقصى وفي كل مكان حد يثبت لهم قيمة أو وطن أو دليل أنه كان موجود في هذه الأرض هم ولا مش موجود فاللي بحافظ على تراثه بحافظ على وطنه فإحنا أساسنا موجود إحنا الحمد لله تراثنا موجود في بلادنا من ملايين السنين فجبرت أحافظ على هذا التراث وحتى أولادي إن شاء الله يكملوا هذا المشوار قال لسه لا لا حد راح مثلا فيه انا الحشو الدك تاع زمان آه انا اسست الفرسيه الفلسطينيه ورئيس الاتحاد ورئيس النادي انا بنيت تفضل عند الشفاف الرفض العادي هو في بوليس صورتوا البوليس طيب كنا